هذه نصيحة مني لطالب العلم، يعني إذا أتت مثل هذه الشبهات فلا ترعبه ولا تخيفه. إذا أتوا بنص من آية أو حديث أو أثر تأمل فيه، وستجد في هذا النص أو في غيره مما يشابهه ما يرد به على هؤلاء. ولذلك بعضهم يقف حيران ما يدري، وهذا يدعونا أيضا إلى الحرص على طلب العلم الشرعي، لأن مثل هذه التوجيهات أو نقض الشبهة من كلام صاحب الشبهة ليس لكل أحد، لابد أن يتعلم الإنسان حتى تكون عنده معلومات شرعية وتكون عنده أداة وملكة الرد على أمثال هؤلاء. لكن أن يكون المسلمون ولا سيما الشباب والشابات قد انشغلوا، ويكون بهم خير، لكنهم ينشغلون عن طلب العلم الشرعي، ثم تأتي مثل هذه الشبهة ويبحثون عن فلان وعن فلان يريدون الجواب، وقد لا يجدون الجواب. لكن لماذا لا يتعلم؟ وهل فلان وفلان وفلان سيبقون؟ لا، شرع الله عز وجل محفوظ، لكن عليك أن تتعلم. ومثل ما ذكرت لكم ما ينفع إلا العلم الشرعي.